من يصير المغرب أو قريب المغرب نروح سيدي وين حق الخباز. إيه حق الخبز مال الثري. والخباز مو مثل الحين، أول كل خباز في فريج واحد. إيه الحين ثلاثة خبابيز يميا، فتشوف الناس كلها متلايمة. يعني أنت وحظك إذا تحصل خبز قبل الفطور. لا 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 واش ما لأن صايمين ما تهوشون. زين ويبتدي القرقعون، وتشوف مو بالواحد يطلعون قرقعون عنده بس هذه السسمة ويمشي، لا مثل يطلعون ستة سبعة ثمانية كذي ويروحون يطقون البيبان ويقرقعون. هذه الكبارية اللوفرية لا لا يشدخون ابنه ونشرد، نقط القرقعون ونشرد. اي والله صدق يعني يطقون، هاي خصوصا اني فريج سمادو. فريج سمادو والبخميس هو معارك تصير. اي نعم، لكن الزين في القرقعون في الزمن الاول تشوف السوق الشارع كله اوادم فيه، ما ترم وين يجون. ايه كله علشان شنو؟ عشان القرقعون. اليوم الثاني انت جاسم، انا واخوي، عندي اخو بس اخو العود ما يقرقع ويانا. انت جاسم، احنا وعيال الفريج، عيال الفريج احنا يمكن حوالي خمسة ستة، انت جاسم، ونودي البيت. ويتم عود يتم، يمكن يتم شهر ناكل فيه ناكل فيه لين يكمل. اي والله صدق الحين ما حد ياكل القرقعون بس كذي. والله هاي حياه الاول يعني الاولي. والله الحين رمضان عادي، العيال ما خلونهم يطلعون ولا يروحون يقرقعون ولا شيء. كانوا يروحون بيت يدتهم او بيت عماتهم بس، ولا الفريج ما في.